رغما عنه يخوض آلهة ورجال في السجال الذي لا ينتهي منذ 14 عاما في فرنسا حول من قتل الرهبان الفرنسيين السبعة. الفيلم لا يسأل من قتلهم، الجيش الجزائري خطأ خلال دورية لإحدى مروحياته أم الجماعة الإسلامية المسلحة التي خطفتهم؟ قاضي التحقيق السابق في القضية يجزم. استمعت شخصيا لكل من كان له صلة بالقضية عندما كنت مكلفا بالتحقيق في الجزائر وفي فرنسا، وتشير كل عناصر التحقيق إلى تورط الجماعة الإسلامية وليس الجيش الجزائري. الفيلم أعاد تسجيل الأيام الأخيرة للرهبان مطابقا بين لقطاته وصورهم الحقيقية، وأغفل فرضية قتل الجيش الجزائري خطأ لهم كما كشف ملحق عسكري فرنسي. المحامي باتريك بودوان يرى أن التحقيق لم يبحث كما ينبغي في هذه الفرضية واكتفى باتهام الجماعة الإسلامية المسلحة. لا أؤمن بهذه الفرضية، لكني لا أملك فرضية أخرى لاستبدالها بها. أقول ببساطة، هناك ما يكفي من القرائن والتناقضات تظهر أن السلطات تخفي بعض الأشياء. الرهبان الذين واجهوا قدرهم عزلا في الفيلم كما في الواقع عندما قرروا البقاء في دير سيدة الأطلس للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في محنتهم كما قالوا، لا يزال مصيرهم وساعاتهم الأخيرة لغزا في الفيلم كما في الواقع أيضا. لا يحمل فيلم آلهة ورجال إجابة شافية تقطع الشك باليقين في من قتل رهبان تبحرين السبعة، لكنه يعجل على الأقل في فتح ملفات التحقيق المتباضئة منذ سنوات. محمد بلوط، BBC، باريس.